معكم. المهم ما توفقناش يعني في الكانتي ديال اليوم ديال سان كلود. بصراحة كان ديجا عندنا مثلا السبعة كان باص سوليد، اللي دري مينيت كان عندنا هو جوج والحداش، فريمون جا الحداش كذلك. واتل كان عنده 16 و واقيلا شي رقم جوج، جاب مثلا 16 والعشرة كان عندنا مهم في معين. انديجا احنا لعبنا ما عطيناه حتى لي بونيس تروا هي الاخرى، المهم ما عليتناش. درنا واحد لي باز اللي كان فريمون كان الواحد اللي كنت كتشك فيه هو اللي داروه هنا بارطو. المهم الخوت نقدر نعوضها الخوت غدا ان شاء الله، يعني ديمونج 24 اكتوبر 2021. عندنا البلان ديال تيران ديال لونغ شوب، تيران ديال لونغ شوب هونديكاب بليس مثلا 2020 متر، الكور دروات ريفيرونس ديال بليس 16.5 والبليس 19. اول حاجة غندخل الميتيزيون يعني ديال برونوستيك ديال تورفومانيا، برونوستيك ديال تورفومانيا اعطينا مثلا هنا دو يعني 8 و6 و9 و5 و1 و3 والاه والدو و7. كذلك لا باز اللي عطيها هو رقم 8، يعني دو لا بريس عطيها 7 و5 و3 و6 و2 و1 ورقم 11. المهم ما عرفتش ندخلوا هاد النومر هادو غنشوفهم يعني شنو دايرين في الريفيرونس ديالهم، وهاديك الساعة غنحطو شي لي باز ديال غدا ان شاء الله غادي يكون مزيان. اول حاجة غندخلو الرقم 8 اللي حطها تورفومانيا، يعني باز سوليد عندهم هما. هاد رقم 8 خوتي اخر كورسة ديالو مجري في الكراون، المسافة ديال 2200 كور دروات مع 8 الخيل، دار دوزيام يعني بشا 55.5 دار دوزيام. الكورد ديالو كذلك رقم 1 الكورد ديالو كذلك مجري في لونغ شوب. الهونديكا ديال بلي 19 في بلا دروات 16 مع الخيل، المسافة ديال 2200 يعني شاب سبعة بشاب فوري بكورد، كذلك رقم 3 كذلك. ديجا جرب سان كلود في الهونديكاب مسافة ديال 2000 متر كورد اغوش ريفيرونس ديال بيس مش 20 مع 14 الخيل، مشى كذلك ب 55.5 في الكوردة 6 كان مشى شوط تروية توكار جا دوزيام. كذلك بشاف لونغ شوب المسافة ديال 2100 في الكورد دروات الريفيرونس ديال بليس مثلا 20.5 دار كاتريام ب 56. كذلك بشاف شونتيلي مسافة ديال 2400 دار مثلا كاتريام ب 59. يعني هاد التمنية تنظن اخوتي راه مزيان، نحاولو نلعبو بيه غدا ان شاء الله بحول الله. ندوزو الرقم 6، رقم 6 هو كيو غادي ب 57 كيلو، يعني 8 خلاه في 8 خلاه في يعني في الكوالا ديالو 55.5 يعني ما زادو ما نقصو. ندوزو الرقم 6 اخر كورسة ديالو مجري في مثلا في لونغ شوب الغدا ان شاء الله تيران، المسافة ديال 2400 كور دروات ريفيرونس يعني بليس 19 جا مثلا تروازيام شهر 9 في 16. كان ديجا جرب معاها برياتو ب 57 كيلو، يعني جا مثلا هو السادس. نحاولو نشوفو هاد برياتو ونحطو في لاباز واحد. ديجا لا فريمو كان جا سيزيام يعني تيقلب على كلاسمو مثلا كاتريام سانكيام دوزيام. بشا كذلك في دوفيل المسافة ديال 2500 كان دار نوب بارتو في الريفيرونس ديال بليس 20 الهونديكاب كلاس 2. كان ديجا جرب في التيران ديال دي بي
شهر 7 في 26 المسافة ديال 2021 في الهوندي كاب كلاس دو المسافة ديال 2400 غور دروات ريفيرونس ديال بليس 21 جي دوزيام 59. المهم هاد السيس اخوتي غنحاول نستبعدو كذلك، نحاول نستبعدو اللي عندو السيس راه غيلعبو. ندوزو الرقم 9، رقم 9 نشوفو كذلك. غادي ب57 كيلو، غادي ب57 كيلو. ندوزو الرقم 9 هاردوين، هاردوين لونترينو ديال جافين، لونترينو زوين تا هو تاني. نشوفو هاد رقم 9 تاني شنو داير. رقم 9 اخوتي اخر كورسة ديالو في لونغ شوب شهر 10 في 2 2021 في الهونديكاب كلاس أ، المسافة ديال 1850، الريفيرونس ديال بليس 14 و بليس 15.5 جلساتية ب53 كيلو. يعني هاد السبعة هاد السعود هذا تنظر رقم مزيان خص ضروري تلعب. كذلك جرب شان كلود المسافة ديال 2000 متر، يعني جا هو 12. كذلك مجري في لونغ شو بالريفيرونس ديال بليس 18.5 في كلاس 2 دار نو بارتو، كان ديجا جرى مع الفيلارو 61 كيلو، جا رقم 14. وكذلك جرى في سان كلود في الريفيرونس ديال بليس 21 مسافة ديال 2000 متر لونديكا ديال كلاس 2، كذلك ب60 كيلو جا تروازيام. المهم هاد تسعود اخوتي راه مزيان، تسعود راه مزيان، تسعود راه مزيان تا هو يتلعب. كذلك نشوفو رقم 5 هو الصوميلو، الصوميلو يا الصوميلو، الصوميلو الخوت اخر كورسة ديالو جرب سان سان كلود المسافة ديال 2400 فرونتي كاب كلاس دو غورد اغوش ريفيرونس ديال بليس 18.5 جي دوزيام 57 كيلو. كذلك في شهر 9 في 16 المسافة ديال 2400 هوندي كاب كلاس دو غورد دروات ريفيرونس ديال بليس 19 جي سيزيام 57 كيلو، كان ديجا جا جرى معاها لا كورسوين 57، يعني هاد جا كورسوين. غنشوفو شحال شكون هو وفريمو تا هو هاد لعبو زوين تا هو خصنا نلعبو بيه. المهم الخمسة تا هو مزيان الخوت، تا الخمسة راه مزيان يتلعب في لاباز. أول حاجة عندنا 8 و9 والخمسة في لاباز. عدد خمسة كنجرب معاها رقم 6، جرب مع 6 جا هو جا مثلا سيزيام و 6 جا مثلا يعني تروازيام. الى عجبكم السيس راه غديروه في لاباز. غندوزو رقم 1 اللي دار نو بارتو اليوم هو ديميرو لوندرون دو سماغا. اخر كورسة ديالو في اللونغ شوب كلاس ا، الريفيرونس ديال بليس 14 والبليس 15 كورد درواتش، يعني جا مثلا 5 56.5 هاد الواحد هذا 56.5. نشوفو غدا شحال غادي وزادوه ولا نقصو ليه. كذلك في اللونغ شوب ديال كلاس 2 ريفيرونس ديال بليس 18.5 المسافة ديال 1850 مع 16 الخيل، جا هو رقم 14 ب61 كيلو. كذلك في دوفيل جا هو 15 في ريفيرونس ديال بليس 12 و ريفيرونس ديال بليس 15. كذلك
تنظن اخوتي الواحد ممكن يبان، الواحد ممكن يبان غدا غادي ب60 كيلو، ب60 كيلو يعني اخر كورسة ديالو جرى مثلا ب56 كيلو، جا 5 كيلو، وديجا جرى مثلا فرانك جوب ريفيرونس ديال بليس مثلا 18، جاب 61 كيلو، جا هو رقم 14. ممكن يبان. ندوز الرقم تروا لوميتر، اخر كورسة ديالو جري في سان كلود، في سان كلود مسافة ديال 2000 متر، الريفيرونس ديال مثلا بليس 19.5، في الكورت اغوش جا تروازيام 58.5 كيلو، دخل توكار. كان ديجا مشى معاه مونتيور ب60 كيلو، وفيغا ميغي، فيغا ميغا يعني هاد فيغا ميغا تا هو ديجا جرى معاه، يعني مع هاد رقم تروا جا 16، والاخر يعني مونتيور جا 4 ايام. كذلك جرى في لونج جوب في الريفيرونس ديال بليس مثلا 19، جا 5 ايام. غطروا هذا المسافة ديال 2250 متر، مع 16 الخيل. فيغا ميغي رقم كذلك، غنشوفو هاد فيغا، هاد فيغا شكون هو؟ جمعه مثلا تروازيام، يعني هاد تروا تا هو مزيان. نحاولو. وكذلك جرى معاه مونسيور، كذلك غنشوفو تا هو مونسيور شكون هو. اول حاجة غندخلو هاد الفيكا شكون هو، فيكا هو رقم 13، فيكا هو رقم 13، نجرى معاه 13. وكذلك مونسيور هو رقم 2، هو رقم 2، يعني دابا 2 و 13 اللي جراو مثلا مع رقم 3، يعني 13 ضرب 3. نحاولو ندخل دابا 2 و 13 نشوفو شنو دايرين. هو باسكوير، باسكوير الخوت اخر كورسة ديالو في سان كلود، المسافة ديال 2000 متر، في كلاس دول هونديكاب، ريفيرونس ديال بليس 19، دار 4 ايام، ب60 كيلو، ب60 كيلو. كذلك مجرب في اللونج شوب زي 6 ايام، سمع فيغا ضربو رقم 13، بيتايي رقم مثلا 5 مشى معاه، سمان رقم 11 كذلك مشى معاه، ومجري كذلك في كلاري فونتي مسافة ديال 2200 متر، شهر 8 في 9، الريفيرونس ديال بليت 19، كلاس دو، ماسترز الخيل، جا هو الثامن ب60 كيلو. نحاولو حنا نجدو شي نوامر لي مزيانين ولا غنحطوهم. ندوزو الرقم 13 شكون هو، هو فيغا غراستيس، اخر كورسة ديالو في سان كلود، جا هو رقم 16، مشى معاه 4، ديجا جا 4 ايام، ب60 كيلو. لي تايي مشى معاه تاني كذلك، جا 3 ايام. وكذلك مجري في سان كلود في لونغ شوب عفوا، 53 كيلو، جا 3 ايام، يعني هاد رقم 13، في الريفيرونس ديال بليس 19.5، المسافة ديال 2250، ماسطاش الخيل. مشى معاه مثلا 4، جا مثلا 4 ايام، وصام رقم 11، جا هو رقم 11. وكذلك لي طيي جا هو رقم 5،
كذلك جرى في شيء مهم. هاد الطريز تنضن وقيل اخوتي هو المفاجأة ديال غدا ان شاء الله. هاد ديجا ضارب مثلا طروا وضارب جوج، يعني هادو من نوامر اخوتي اللي عندنا. اول حاجة من بريومين بوطو، من بريومين بوطو عندنا رقم 4 برزالونا، بريومين بوطو رقم 4 هو برزالونا، كذلك 3 وكذلك 8 وكذلك 9 ورقم 5، يعني هادو من بريومين بوطو. عندنا 4 و 3 و 8 و 9 و 5 هادو من بريومين بوطو. كذلك ندوزو الرقم 7 مانديزيبل، اخر كورسة ديالو ونشوفو يعني شنو داير هاد الرقم 7. بورنيشت اخر كورسة ديال المسافة ديال 2100 في كلاس 3 في الكورت اغوش، ضرب لاقا 62 كيلو فليس سابليس في دولون، مسافة ديال 1950 متر في كلاس 3 مع 5 الخيل، ضارب كذلك دوزيام في الريفيرونس ديال بليس 17 دوفيل، مسافة ديال 1900 متر شهر 8 في 7، جا هو السيزيام ب 54 كيلو في سان كلود نانتيز في لونغ شوب الريفرنس ديال بليس 16 تروازيام، هادي اللي كنقلبو عليها المسافة ديال 1853 كيلو وصلة 5. يعني هاد رقم 7 تا هو ناخدو في البرونستيك ديالنا. عندنا 6 الخيل في البرونستيك ديالنا، 6 الخيل في البرونستيك ديالنا، يعني في البروميان بوطو. في الدوزيام بوطو عندنا 13، في الدوزيام بوطو عندنا 13 واش كنزيدكم رقم 1، رقم 1 هو ورقم 16 هو اللي غنزيدو ديال فيرون اخر كورسة ديالو. هاد رقم 16 شنو داير في شونتيلي ريفيرون ديال 27 كلاس 3 جنيفيام، كذلك جري في لونغ شوب كلاس 3 المسافة ديال 2250 ريفيرون ديال بليس 27.5 داير 3 تعدو 50 كيلو. في دوفيل كذلك جا هو الستيام كلاري فونتي، جا هو العاشر واخا ما داير والو تنضن وقيلا هاد 16 هو خوتي رقم ديال المفاجأة ديال غدا ان شاء الله. يعني عندنا جوج نومر يعني في الدوزيام بوطو عندنا 13 و 16 وفي البروميان بوطو عندنا 8 وكذلك 7 و 4 و 3 و 9 و 5، يعني هادو هما البروميان بوطو. عندنا 8 و 7 و 4 و 3 و 9 و 5، في الدوزيام بوطو عندنا 16 و 13. كنشكركم اخوتي بزاف عليني على المتابعه ديالكم، وراكم عزاز وغاليين، تحياتي لكم وين ما كنتو. وكنشكركم بزاف اخوتي على المتابعه ديالكم وعلى لايك ولا جيم، تبارك الله عليكم وراكم عزاز وغاليين. كنشكركم بزاف، تهلاو اخوتي راسكم.